السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام صباح بالنور أنعم وبالتحايا أكرم وعساه بالطيبات أعظم صباح ما يليق إلا بطيب نفوسكم وسنة محياكم أرحب بكم في صباح الصباح رباح حلقة جديدة تستقبل معاكم اليوم بحلوة وتحدياته نرافقكم اليوم بمواضيعنا وفقراتنا المختارة ينقلونها لكم مناديبنا اللي يرصدون الأنشطة والفعاليات والأحداث أول بول فنديبنا محمد الشهراني بيرصد لنا مشروع إزرع قطر المدرسي من مدرسة فولتير ومن مؤسسة حمد الطبية زميلة مريم المنصور بتحدثنا عن سكر المراهقين وما ننسى زوايانا الثابتة طبعا مع علوم الجو وعلوم جرائدنا لليوم بالإضافة إلى حوارنا مع ضيفتنا الكريمات في الاستديو وبدايتنا ما زلنا طبعا كعادتنا في هذه الايام الجميله ايام الربيع نتواصل اجواء نتواصل معاكم باجواء المرح والترفيه ضمن فعاليات مهرجان الربيع 2017 في سوق واقف وسوق الوكره واللي شهدت فعالياتهم اقبال كبير من الجمهور من هالقطر مواطنين ومقيمين وايضا توافد كبير من السياح وخاصه من الدول الخليجيه الشقيقه، نتابع في هذا التقرير. تتواصل أجواء المرح والترفيه ضمن فعاليات مهرجان الربيع في سوق واقف وسوق الوكرة، وقد شهدت هذه الفعاليات إقبالاً كبيراً من الجماهير من داخل وخارج الدولة. وسط أجواء احتفالية في سوق واقف وسوق الوكرة يستمتع الزوار من مختلف الفئات والأعمار بالعروض والفعاليات المتنوعة ضمن مهرجان الربيع الذي يتواصل حتى الثالث من شهر فبراير المقبل وقد أعد سوق واقف للمهرجان هذا العام جملة من العروض والفعاليات الشيقة والموجهة لكافة أفراد الأسرة حيث بات السوق عنصرا أساسيا من عناصر الجذب السياحي في الدولة وتشهد فعاليات مهرجان ربيع سوق واقف إقبالاً متزايداً من السياح القادمين من دول مجلس التعاون والدول العربية والأجنبية، ويقدم المهرجان عشرات العروض التي تم تصميمها لتناسب كافة الأعمار والشرايح. من خلال يعني تواجدنا خلال المهرجان لاحظنا تغيرات كثيرة وتجدد كثيرة في المشاركات والفعاليات فالاشياء اللي هي التراثيه، الاشياء التقليديه وكان تغير صراحه ملحوظ وكان افضل مما كان. اقبال الناس صراحه بكثره خاصه من دول الخليج، من الدول العربيه، من الدول صراحه الاجنبيه. وهذا اندل يدل على نجاح هذه المهرجانات بشكل عام. لا أعجبني في السوق التراث والمهرجانات كل شيء أعجبني أعجبتني المهرجان وأعجبني هذا السوق وأعجبني الألعاب، وأعجبني كل شيء مهرجان الربيع هذا العام تميز بالفعاليات المتنوعة التي يقدمها سوق الوكرة حيث أضافت تنوعاً كبيراً للمهرجان ومنحت زوار هذا السوق باقه متنوعه من العروض الفنيه والفعاليات التي تناسب مختلف الاعمار وقد تم تخصيص منطقه العاب الاطفال داخل السوق فيما شهدت الواجهه البحريه للسوق تقديم العديد من العروض التقليديه المحليه الى جانب العروض البهلوانيه التي قدمتها فرق عالميه. طبعا الجو جميل في سوق الوكره دائما انا اجي سوق الوكره اجي في الصباح عاده ولكن فعاليات خلتنا انجي حتى في المساء فعاليات فعلا فعاليات عائليه مهرجانات قديمه او او نقول احتفالات قديمه جو عائلي العائله تجي تستانس فعلا جاي سياحه قطر اول مره اجي سوق الوكره عجبني في الوكره يعني بساطه المكان وشكل المكان يعني تراثي يحث عن الماضي الشعب قطر زرنا سوق الوكره اول مره لكن سوق واقف زرناه مرتين والاجواء حلوه وزاد هالحلا الاجواء الجميله والامطار هذه اللي واجهناها هنا في سوق الوكره وفي قطر كلها ما شاء الله معلم تاريخي وروعه ما شاء الله عليه تبارك الرحمن اجواء عائليه بحته يعني ما في لا مضايقات شباب ولا شيء اشوفه ما شاء الله تبارك الرحمن كلها عوايل والله زين شفت الاحتفالات زين واستمتعت بالاحتفالات اجواء عائليه مميزه في مهرجان الربيع في سوق واقف وسوق الوكره جعلت من هذا المهرجان حدثا سنويا اساسيا على اجنده السياحه العائليه في منطقه الخليج العربي ومن جولتنا في مهرجان ربيع 2007 سوق في سوق واقف وسوق الوكره ناخذ الحين هذه الجوله الصباحيه المعتاده على اهم عناوين صحفنا الصادره صباح هذا اليوم. والصحيفه الاولى عندي هي صحيفه العرب في خبرها الاول صاحب السمو يصادق على قرار مجلس الوزراء وسريان قانون التقاعد على القطريين ببعض الشركات طبعا بعض الشركات مذكوره في الخبر والخبر الثاني في جريده العرب افتتاح النسخه الرابعه لمهرجان الشتاء اللي صاحبه ورش تثقيفيه لجمعيه القناص عن الصقار الصغير والفنون الشعبيه تتالف في عروض العرضه القطريه وعادات الشتاء في عروض مسرحيه لمركز قطر للتراث والهويه. وفي العرب الاقتصادي خبر تمديد فتره الاكتتاب باسهم استثمار القابضه حتى 4 فبراير اما في جريده الشرق في خبرها الاول معاملات البيوع والتوكيلات الكترونيا عبر سك ضمن حزمه الدفعه الثالثه من خدمات التسجيل العقاري وهذه المعاملات مثل عندنا كبيع ارض بحريه بيع اسهم شركات مساهمه بيع اليات ومعدات واجهزه بيع سفن بيع مركبات بيع مزارع بيع مصانع ومنشات صناعيه ونقل ملكيه عقار الخبر الثاني من الشرق في محلياتها قطر للرياضات اللاسلكية يكتشف مواهب الشباب طبعا أعلن عن خطته للعام الجديد هذه الخطة التي تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تطوير مهارات الشباب وتنمية أفكارهم وتشجيعهم على الابتكار والمنافسة والخبر الثالث من جريدة الشرق يدنا العالمية تضرب بقوة أطاحت بالماكينات الألمانية بمونديال اليد ومنتخبنا يلتقي سلوفينيا بالدور ربع النهائي غدا إن شاء الله وكل التوفيق الآن جريدة رايا في خبرها الأول وهو عن انطلاق برنامج تدريبي لثلاثين طالبا وطالبة بمركز التدريب التربوي استعدادا لمشاركة قطر في أولمبياد الفيزياء الخليجي والدولي وأيضا في محليات الراية الخبر الثاني وهو حفر 450 بئرا لزيادة المخزون المائي في قطر وتأكيد ان اعتماد ان هناك اعتماد على مياه التحليه بنسبه 95% والقطاع الزراعي يتصدر الاستهلاك. والخبر الثالث في الرايه الاقتصاديه وهو ان تخفيض الانتاج يحقق التوازن لسوق النفط، هذا ما قاله سعاده الدكتور محمد بن صالح أسادة وزير الطاقه الصناعيه باجتماع فيينا. أما جريدتنا الرابعة وهي جريدة لوسيل في خبرها الأول التنمية الإدارية تحدد ضوابط العقود والإجازات وتغيير جهة العمل و48 ساعة الحد الأقصى للعمل في الأسبوع والخبر الثاني 725 مشروعا بالمنطقه الصناعيه و248 بدات الانتاج و381 تحت الانشاء واعتبار مبادره جاهز واحد نقله نوعيه باتجاه التنويع الصناعي. والخبر الثالث

والآن عندي جريدة الوطن وهي جريدتنا الأخيرة لهذا الصباح في خبرها مناظرات قطر تختتم فعاليات الأكاديمية لتدريب وإعداد مدربين باللغة العربية من 47 جامعة وعندي الخبر الثاني موجودات البنوك تفوق 1.2 تريليون وفق بيانات ديسمبر 2016 وخبرنا الأخير من سلسلة أخبارنا الصباحية هو البورصة تلامس 11 ألف نقطة وتفاؤل بين المستثمرين وعسى هذا التفاؤل مستمر للمستثمرين وغير المستثمرين وكل الناس ومتواصلين معكم مشاهدينا بباقي فقرات الصباح رباح خلكم معنا راجعين لكم بعد هذا الفاصل حياكم الله من جديد مشاهدينا والى فقرتنا الصحيه الاسبوعيه وموضوعنا اليوم بنتعرف عليه مع الزميله مريم المنصور وضيفتها الفاضله واللي بتناولون الحديث في هالمره عن سكري المراهقين نتابع يا هلا يا مرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام صبحكم الله بالخير والنور والسعاده ويعلى يعني يومكم كلها جميله وحلوه وصحيه وحياكم الله معاكم فقره الصحيه واليوم موضوعنا راح يكون عن المراهقين في مرحلة مراهقة تصير الكثير من التغييرات النفسية والجسدية وتصاحبها الصحية فإحنا اليوم راح نتكلم عن جزء من هذه التغييرات الصحية وهو مرض السكري اللي يصيب المراهقين وهذا راح تكون معي الدكتورة حمدة علي استشاري سكري وغدة صماحة يا الله دكتورة الله يحييك أهلا مرحبا الدكتورة بداية كلميني عن أنواع السكري أو المراحل في هذه الأنواع اللي تصيب المراهقين بشكل خاص مثل ما قلتي بالنسبة حق المراهقين أو الأطفال أو المراهقين في هذا السن بتكون فترات جدا صعبة في متابعة العلاج وتكون فترة صعبة حتى في أخذ العلاج بالنسبة حق أكثر الأنواع شيوعا في بالنسبة للمراهقين أو بالنسبة لمرض السكر في المراهقين هو النوع الأول من السكر النوع الأول هو عبارة عن نقص شديد في هرمون الإنسولين في الجسم واسباب حدوثه هناك عوامل وراثيه وغير وراثيه، بالنسبه للعوامل الوراثيه تكون لها او تصنف انها مالتي فاكتوريال يعني عوامل متعدده بالنسبه للوراثه. ودلالاته انه في اكثر نسبه حدوثه تزيد مع اصابه الاشخاص من نفس العائله بالمرض، هناك عوامل اخرى اللي هي الاجسام المضاده اللي موجوده داخل الجسم موجوده داخل الجسم واللي تصيب البنكرياس او البيتا سيلز وبالتالي تؤدي الى تقليل او عدم كفاءة هذه الخلايا لافراز هرمون الانسولين وبالتالي معدلات السكر تكون مرتفعة يعني الجسم نفسه يقاوم خلايا المسؤولة عن الأنسولين يهاجم مو حتى يقاوم يهاجم الخلايا البيتا سيلز اللي هي خلايا اللي موجودة في في البنكرياس واللي تؤدي إلى إفراز الأنسولين وبالتالي تقلل المفروض هذا وراثي دكتورة؟ عوامل وراثيه وعوامل اللي هي الغير وراثيه، وما زال العلماء على ما زال العلماء يقومون بابحاثهم عشان يكتشفون الاشياء الجديده بالنسبه للوراثه والجينات. النوع الثاني اللي بدا ينتشر بالنسبه للاطفال او حتى المراهقين هو النوع الثاني، النوع الثاني من السكر دائما يصيب البالغين اللي هم ما اعلى من 40 40 سنه. طبعا تكون مصاحبه بالسمنه لها عوامل وراثيه وعوامل بيئيه, بيئية. لكن العوامل الوراثيه طبعا احنا ما لنا اي ما نقدر نغيرها موجوده داخل جينات الانسان لكن كيف نقلل او نزيد من الاصابه اللي هي العوامل البيئيه الا وهي دكتوره اللي هي الـ بالنسبه الـ الاكل الـ الـ نظام الحياه اللي هو ممكن رياضه؟ نمط حياه، قله الحركه، انتشار اللي كنت بقوله انتشار الوجبات السريعه، انتشار الوجبات اللي تحتوي على سعرات حراريه كبيره سعرات حراريه كثيره، المشروبات اللي ما اقول انها مشروبات عاديه سكر سكر مواد حافظه عرفت شلون؟ كانت بارده او حتى ساخنه. طيب دكتوره نمو جسد المراهقين ايش قد يأثر مرض السكري على النمو الجسدي للمراهقين اذا السكر كان مرتفع جدا عرفت شلون أيوه. وكان حتى سكر التراكم مرتفع جدا سلبا يأثر على اعضاء الداخليه صحيح تغيرات جسمه البلوغ كان بالنسبه للولد او البنت يأثر على ال ال بشكل عام يعني على الجسم اي فدائما ننصح المريض ونتكلم معاه وخصوصا المراهق وننصح الوالدين بمتابعه الطبيب، متابعه الارشادات، متابعه مثقفات السكر الكنترول او تنظيم معدلات السكر في الدم. دكتوره بما ان احنا في هالموضوع خلينا نروح على الهبوط. هم مش مهتمين المراهق مش مهتم حق كميه السكر والاكل اللي قاعد ياخذه فممكن يصير هبوط، صحيح؟ اذا كان اذا كانت الجرعات جدا عاليه او مش متوازنه اذا كان النظام الغذائي متلخبط مثلا اخذ الجرعه ونسى ياكل مثلا هذه العوامل اللي تؤدي الى الهبوط بشكل مستمر طيب دكتوره في هذه الحاله شنو ممكن المراهق يسوي اذا ما حول احد هو دائما ننصح ان المراهق او المريض السكر النوع الاول كان طفل مراهق او حتى بالغ ما ما يكون بروحه عرفت شلون؟ ما يكون بروحه، دائما يكون حواليه حد عشان يسعفه في لحظه الهبوط او في الاغماء مثلا، لانه يكون عندهم يصيدهم صحيح الاغماء بشكل متكرر، فلازم انه ما يكون ما يكون قاعد بروحه او يسوق بروحه حتى. طيب دكتوره خلينا نتكلم عن الفحوصات الدوريه، هل في فحوصات دوريه مثل مثلا فحص النظر او فحوصات لاي اعضاء ثانيه بشكل دوري حق مرضى السكري من المراهقين؟ اكيد بالنسبه حق السكر بشكل عام، دائما ننصح بعمل فحوصات الدوريه كان مثلا لاعضاء الداخليه الكبد او الكلى فحوصات الدم هي يعني عموما شامل احنا نسميها فحوصات بالنسبه حق النظر بشكل مستمر اذا كانت سنويه او مرتين في السنه ويعتمد على حاله المريض بالنسبه حق النظر لان واحده من الاسباب اللي تؤدي لفقد البصر هو مرض السكر خصوصا اذا كان مش منتظم او مرتفع جدا بالنسبه حق الفحوصات الدوريه الاخرى اللي هو الكشف على الاقدام او الاعصاب خصوصا اعصاب الاقدام والاوعيه الدمويه في القدم نشوف بعد اذا كان في اي مشاكل في القدم الجلد الاصابه بالالتهابات الفطريه تنصح بهالأشياء. طيب دكتورة بما أنك تتابعينهم وجونس للعيادة كل ما تحبين تقولي لها لهم تنصحينهم نصيحة. إيه. بالنسبة لمرض السكر كان النوع الأول أو النوع الثاني كان بالنسبة للأطفال وهني أخاطب الأبوين. بالنسبة للمراهقين أخاطب المراهق والأبوين أو بالنسبة حق البالغين أول حاجة إنه يداومون على متابعة الطبيب بشكل مستمر. مثقفات السكر أيضا يدومون على العيادات الخارجية، أخذ العلاج بشكل مستمر بالنسبة هذا وال... أهم شيء هذا التوب شي. إحنا نسميه هذا أول شيء يصير لازم، أي. وأخذ الفحوصات اليومية هي قراءات السكر في البيت عشان يحدد حتى جرعات السكر أو جرعات الحبوب إذا كان النوع الثاني من السكر أه وإذا مثلا إذا كان في هبوط أو ارتفاعات متكررة نتمنى أن يخاطب طبيبة المعالج أو مثقفته اللي يتابع معاها. شكرا لك دكتورة فتينا وايد بهالمعلومات مشاهدينا كانت معي الدكتورة حمدة علي استشاري سكري وغدة صماء وكلمتنا عن المراهقين ومرض السكر اللي يصيبهم ومرض السكر في المراهقة مو شيء سهل يعني انتم لا كبار ولا صغار تقدرون تسمعون كلامنا او تسمعون كلام الاولياء الامور لكن هالمره احنا خاطبناكم انتم يا المراهقين عيالنا واخواننا بشكل خاص مرض السكر ممكن آه يصيب الكبد آه يتعب لكم النظر يتعب لكم اعصابكم يتعب لكم جسمكم آه ما تنمون بشكل صحيح فنتمنى انكم تلتزمون على الأقل, على الاقل بالجرعات الخاصه وحاولوا قد ما تقدرون ان حياتكم او نمط حياتكم يكون صحي دخلوا شويه الاكل ونتمنى لكم السلامة والكل عيالنا وكانت هذه فقرتي وأرجع زميلتي في الاستديو شكرا مريم لك وللدكتوره اثريتونا بهذه المعلومات اللي بالفعل يعني لازم نحطها في الاعتبار ومشاهدينا نبقى معكم في الصحه من الصحه الجسديه الى الصحه النفسيه وفي هذه المره طبعا جلستنا الحواريه الصباحيه الاولى اللي بنتحدث فيها عن ما يهم ابنائنا ويهتم بصحتهم النفسيه حيث نظمت جمعيه اصدقاء الصحه النفسيه وياك ورشه عمل للحد من العنف ضد الاطفال تحت عنوان احمونا صغارا نحميكم كبارا. وذلك بمشاركة مدرسات وإداريات وأمهات طلاب مدرسة سعد بن أبي وقاص النموذجية المستقلة للمزيد حول الورشة وأبرز أهدافها ومضمونها مضمونها معنا في الاستديو الأستاذة ضبيان المقبالي مرشدة دعم النفسي والمجتمعي صباح الله بالخير وشرفتي نفس صباح رباح الله يجزاك خير صباحك بالنور والسرور يسعدني أن أتواجد معكم الله يسلمك وإحنا أيضا سعيدين العنف بشكل يعني بشكله اللي تم يعني ابرازه في في الورشه ما هو العنف؟ لو بتعرفين لنا اياه وتحديد انواعه واثره النفسي ايضا. بالنسبه للورشه كان الهدف الاساسي ان احنا نوضح اهميه فهم يعني العاملين في المجال ايش نقصد بالعنف وايش انواعه؟ نعم. العنف بالنسبه لنا هو اي نوع من الاذى او التهديد سواء الجسدي او اللفظي على الشخص نفسه او على الاخرين نعم. فاي تهديد او اي نوع من انواع العنف هو يعتبر بالنسبه لنا عنف يتعرض له شخص غالبا احنا يعني في الورشه تطرقنا للاطفال لان هم اقل اشخاص ممكن يوصلوا لك ان احنا قاعدين نتعرض للعنف يعني لو احنا كبار بقول حق الشخص اللي لانه هني وخلاص بأي طريقة اي لكن نعم. الطفل ما يعرف وخاصة إذا تعرض للعنف من نعم. أشخاص المقربين له، فكان هاي الهدف الرئيسي إن إحنا نلقي الضوء على العنف بأنواعه نعم. على أساس إنهم يكونون على بينة حتى العاملين شلون يتعاملون معه طيب يعني لما تقولين على الأطفال أكيد إن هناك كان في حالات معينة يعني استدعت إن تقام بعينها يعني تقام هذه النوعيه من الـ الـ الورش يعني لما الطفل هو مو من المعنفه او الطريقه اللي يعني قاعده هو يعني يمارس عليه فيها العنف لو تذكر لنا مثلا مثال على هذه بشكل عام يعني تبين نموذج لحالات نعم. قصدك نعم. شوفي خلينا نكون واقعين احنا يعني بشكل أنا ممكن نمارسها في البيت يعني ما إحنا... احنا ما ندري ما احنا ايش اللي يصير غالبا احنا عندنا تصور معين لتربيتنا لابنائنا التصور دي قد يكون صائب قد يكون خاطئ صح التصور ذي او النموذج اللي انا حاطته هو اللي على اساسه انا قاعده اربي عيالي نعم. يعني انا مثلا عندي تصور ان الطفل اللي قاعد وهادي واذا قلت له كلمه قال ان شاء الله بدون اللي اي مريحني طبعا أي <applause> وبنفس الوقت احنا نعتبر ان هاي الطفل المؤدب لا. في حين الطفل العكس ذلك لو قالت لا ولا رد عليك برد اخر انت هنا تحسين ان لا هذه لازم يتأدب لا فهني يبتدي عد ردود الأفعال في التربيه ان انت اللي رد عليك معناته يتعلم صوتك يا اما اذا مثلا عليتي صوتك ما نفع تضربين ام. ارجع واقول ان هذه الوسيلتين هي اللي اللي احنا نشوف انها هي الطبيعيه والمتعارف عليها. في حين انها هي قد تشكل يعني نوع من انواع العنف. بالذات في الفتره الحاليه اللي احنا يعني احنا لا نقارن الاول بالحين. صحيح. هذه الرساله اللي يعني انا دائما كنت احاول اوصلها في الاول كان في عسو. هذا هي كنا وكن... <applause> شوفي خلينا نكون واقعيين تعرضنا كلنا كاشخاص صحيح. يعني الحمد لله قدرنا نجتاز لكن فاد يعني فال... في ذاك الوقت المرحله تتطلب يعني بعض و... الل... و... 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 <applause> شوفي خلينا نكون صادقه معك مو قد تكون المرحله تتطلب اهلنا كان هاي توجههم لان صح. احنا نربيكم بالفعل انشاوا جيل ولله الحمد صالح بس هل احنا نتكلم ان كلنا قدرنا نتخطى هالمرحلة في ناس ترى للحين ذكريات الضرب لازالت لا زالت عالقة وفي ناس لا قدرت لأن فهمت أن الأهل يحبونها لا. بس مش كلنا فهمنا الرسالة ذي أن أنا أضربك لأني أنا أحبك لا. يعني الهدف الأساسي ففي ناس تاني للحين تعاني من أثار هذه الضرب أو صح. حتى الكلمات صح. المستخدمة ترى في ناس ما ضربت عيالها لكن طول اليوم سبوا استخدام عبارات غير لائقة حتى أحياناً ف... ممكن تكون في مواجهات صادمة بين الأبن أو البنت وأمها أو أبوها لما يعني مثلاً أنا ما نسيت إيش سويتي أو ما نسيت أيوة فهذه العبارات هي بعد من الأشياء اللي م. تساهم في أن الأثر يتم حتى لو كبر ما ينسى نعم نعم. فعشان شيء يعني الجمعيه لما انطرح موضوع الورشه وايد تبنتها في قضيه انه لو قدرنا نكررها حتى في المدارس الاخرى لان صراحه فكره الطرح وانا يعني احيي فيه حاليا الاستاذ الشيخ مطلق اللي هي يعني المنسق الرئيسي كان معي في مدرسه في روضه سعد هي نعم. عشان للتصحيح هي الروضه مش المدرسه الروضة. روضه سعد بن ابي وقاص نعم. هي اللي كانت طرح ابي اتكلم عن العنف ضد الاطفال نعم. وكان معانا الله يجزاه خير في دكتور بعد حي دكتور محمد العامري أهو كان متصدر في فترة من فترات يعني فريق متنوع لا. كنت أنا جزء من هالفريق كان أهو حاطة عنوان لفريقنا احمونا صغارا نحميكم كبارا. وعلى طاري هذا العنوان يعني من الواضح ان مثل ما ذكرنا هناك فئات اشتركت وحضرت يعني هذه الورشه. هناك امهات مدرسات مثل ما قلنا واداريات. تحديدا الامهات او كلهم لان يعني الإدارية. هو صراحة كان عدد قليل من الامهات هو نعم. الاساس كان التركيز على المعلمات والاداريات بحكم ان احنا وهم كان أمهات في, نفس في, الأساس في الاساس, في الأساس, الأساس هم امهات امهات خوات وهكذا. فوقع الشعار احمونا صغارا نحميكم كبارا يعني يعني انا اليوم كنت اتكلم مع منتجتنا اقول لها يعني نحميكم كبارا فيها يعني نوعا ما والا يعني تعرفين يعني هذا الاسلوب التهديدي يعني, يعني مش مباشر ولكن يخليك تفكرين يعني انا ايش قاعده اسوي في تربيتي شلون قاعده اتعامل والا عرفتي؟ فيعني شلون كان اثر هذا الشعار عليهم؟ شوفي لما احنا تطرقنا للعنوان الفكره الاساسيه من العنوان اللي هي ربط التربيه بالبر. يعني احنا لما احنا نش جيل حبيت آه يعني على القيم الاساسيه اللي هي الدينيه، انا بكره هالجيل بيخدمني انه يبرني. في عيال يعني احنا حاليا نشوف عقوق لما انت تيجي في بعض حالات العقوق تكتشفين اصلا الطفل لا تلقى اهتمام ولا رعايه كان بس مجرد نعم. اكل وشرب لكن تربيه وتنشئه مم. ما في شيء يرد حق اهله الا اذا كان من رحمه ربي اللي هو انه يكون الشخص ذي يعني من باب صله الرحم نعم. لكن فعليا لو حصل له بعد بيقطع ليش نقول أنا ترى أنا ما شفت منهم شيء علما ان انا ما ايذي الشيء لان في الاول والاخير امك ابوك لو ايش ما يسوون خلاص اما امك وابوك انت ما انت حاس... انت ما تحاسبهم انت عليك انك انت تقول ان شاء الله وحاضر وخلاص حتى لو انت مش مقتنع لان في بعض الاشياء قد تتصادم انت والله لك توجه الاسره لها مثل امك وابوك له توجه مش معناته ان احنا نتم في في صراع وتصادم بس وجودكم انتم وياك مهم جدا لتعزيز هذا الجانب اللي هو الـ الـ الايجابي في الـ في الـ في الصحه النفسيه فش كثر مهم فعلا ان احنا نهتم بالجانب الصحي والنفسي تحديدا استاذه ربيع ما هو الورشه هدفها الرئيسي ان نحن نعزز الصحه النفسيه اللي هي الرساله الرئيسيه للجمعيه يعني كل لو بتلاحظين كل برامج الجمعيه بغض النظر سواء ورش فعاليات على ارض الواقع مشاركات مع الجهات الاخرى كلها لتعزيز الصحه النفسيه فانا لما ابتدي اعطي المؤشرات الصحيحه للمعلمات يعني مثلا كان من جزء من الورشه ان انت تنتبهي على العلامات على جسد الطفل نعم. انتبهي على ردود فعله قد يكون الطفل فجاه تلاقينا كش انت رفعتي يدك بس رفعه عاديه نعم. هذه كلها تعطيش انتباهنا هذه قد يكون الطفل معنف بصوره صحيح. او هذا فلازم تكون مراقبة جدا دقيقه ايوه فهذا الهدف مننا ان احنا نعزز الجانب الصحي على اساس ما تصير المدرسه يعني خلينا نقول بدل ما هي تكون كرت لصالح الطالب في ان ترفع من ثقته بنفسه وتعزز صحته النفسيه تصير هي العكس, العكس. طيب يعني يعني الى جانب ان انتم قاعدين توعون المدرسه بدورها في هذا المجال وهذا الجانب، هل هناك جانب اخر في الورشه يعزز ايضا عند الطفل هذه المفاهيم تكبر معاه يغير شوي من مثلا نفسيته اتجاه ما يتلقاه مثلا في البيت. من مسرحيات انشطه مختلفه فعاليات قد يعني المدرسه تستفيد منها في هذا الوقت شوفي احنا حاليا في جمعيه الصدقه الصحه النفسيه يعني ماشيين في خط ان شاء الله بس يعني نقدر نأخذ بالشكل اللي الجمعيه ترتقي اللي هو خط القصص جميل. وخط المس المسرح حلو. كان اول مسرحيه صراحه يعني عن الخجل جدا رائعه تم عرضها في فعاليه درب الساعي في اليوم الوطني تم من المده تقريبا في 12 يوم عرضناها تقريبا خمس مرات حلو. الهدف منها ان احنا يكون قدام الطفل واقع حقيقي شلون يتخلص من ال قد يعيشه في البيت ايوه مم. اللي هو شلون انت تتغلب مم. على خوفك انك تطلع للجمهور انك انت تتكلم فغير القصص عندنا احنا طبعا راشد المرشد الصغير عندنا اللي هو الشخصيه اللي حاليا هو بيتقمص معظم ال... القصص بحيث انه يصير أخوة الشخصيه اللي دارجه عندنا في الجمعيه للاطفال نعم يعني مثل ما اقول لوجو صغير لنا اللي هو او يعني مجسم راشد هو اللي بيدولونه نعم. في اي شيء يتعلق بالطفل عشان يصير يكون يعني اقرب لهم في النفسيه. نعم يعني طبعا بيكون راشد كشعار ومجسم وليس راشد يعني ك لا مش كشخص حتى الان هو نعم. لان احنا حاليا مستخدم اكثر شيء في القصص نعم. في المسرح على نعم. اساس يكون يعني قريب للطفل يحس انه هو قريب منه. طيب يعني هذه الورشة مثل ما قلتي أكيد يعني أنها ستستمر إن شاء الله. جاء عنوانها بعنوان لا تمدها أو أقصد عرض فيها فيلم عرض فيها حملة لا تمدها فيعني لا تمدها أكيد يعني أنا أول ما جاء في بالي لا تمدها هل هي كلمة هل هي يد هل هو أسلوب هل هو يعني كثير من الصور والمعاني اللي جات في اطار هذه الكلمه شوفي احنا لان العنف عندنا كان في تصنيفات كثيره اللي هو الجسدي واللفظي والنفسي والعاطفي يعني النفسي واللفظي والنفسي ال... سوري الجسدي واللفظي والنفسي والعاطفي وال... الجنسي الجنسي فكان بالنسبه لنا الجسدي الحملة ذي كانت في السعودية في تقريباً شهر 11 مع تزامن المؤتمر يعني كان في يعني على مستوى العالم نعم. مؤتمرات تصير اللي هو عن العنف الأسري بشكل عام نعم. فكانت السعودية متح... يعني متبنية حملة لا تمدها الهدف الرئيسي منها عدم ضرب الأطفال لأن في نسبة 50% من خلال إحصائيات السعودية نعم. الأطفال يتعرضون فيها للضرب فكانت الحملة الهدف الرئيسي منها لا تمدها لأن في أطفال استفدتوا أنتم من هذا الفيلم؟ جدا حتى الكثير من المدرسات اطلبوا الفيلم دي. بالنسبه لهم كان جديد يعني ما تشافوه من قبل نعم. كلها شخصيات من السوشيال ميديا نعم. اهم اللي كانوا يعني مشاركين في الفيلم وكانت العبارات كلها واقعيه أنه تعرضنا احنا صار معنا وبالتالي احنا نفيدكم انه لا تستمرون جميل طيب لو بنطلب منك استاذه ضبيه يعني في لقاء حوارنا هذا الجميل والمثري نصائح توجهينها للمشاهدين للتعامل بشكل ايجابي مع ابنائهم شوفي في اه بالنسبه للتنشئه احنا نقول احنا نتعرض لضغوط وبالتالي هالضغوط هي اللي قاعدين احنا نترجمها على عيالنا نحاول ان احنا نسيطر على وضعنا وبالتالي بنقدر احنا نسيطر على عيالنا لكن الاثنين مع بعض ما بتقدرين، فلازم انا ادير نفسي اداره صحيحه، يعني. اتحكم في غضبي، اتحكم في انفعالاتي، اعرف ان انا وايد مضغوطه، اخذ بريك شوي من العيال، انتي انا والاب مثلا. لا انا فهمهم يا جماعه طلال تركي انا اليوم مضغوطه، هلا أيوة. هلا فيني. اي لان فعليا ترى انت لما تفهمين الموقف، يعني. ترى انت اللي يصير اسقاط غ... ضغطك عليهم. اكيد اكيد فعشان يعني احل ذاتي رسوا. بهذا التوازن أي. على اساس أيوة. يعني اطلع بهذه الصوره الجيده وأأمن يعني إنه يعني انا شري يعني ما يوصل لابنائي <تصفيق> استاذه طبية <applause> المقبالي شرفتي النفس صباح رباح وشكرا لهذا الاثراء وعندي الاحساس أني يعني بشوفك وايد يعني في الاستديو ان شاء الله نستفيد <applause> منك يعني الله يفيدك يعني البلاد والعباد شكرا ان شاء الله اذا مشاهدينا بعد هذا الحوار الجميل مع استاذه ضبيه بنطلع معكم هذا الفاصل من بعدها بنتابع فقره تربويه وتعليميه مع ضيفتنا عائشه النصف خلكم معنا حياكم الله مشاهدينا مجددا بنطلع معكم الان من مدرسه فولتير يطلع علينا هناك نديبنا محمد الشهراني بيعرفنا على مشروع ازرع قطر المدرسي واللي نظمته مؤسسه الفيصل بلا حدود للاعمال الخيريه بالشراكه مع اداره الحدائق في وزاره البلديه نتابع التفاصيل يا هلا ومرحبا فيكم صبحكم الله بالخير اعزائي المشاهدين متواجدين وياكم في المدرسه القطريه الفرنسيه فولتير، واحده من المدارس المشاركه في مشروع ازرق قطر، هذا المشروع التي اطلقته مؤسسه الفيصل بلا حدود الاعمال الخيريه بالتعاون مع اداره الحدائق العامه في وزاره البلديه والبيئه، راح نتعرف اكثر عن هذا المشروع مع السيد عبد اللطيف علي اليافع المدير العام لمؤسسه الفيصل بلا حدود الاعمال الخيريه، هلا ومرحبا فيك وصبحك <سؤالك> الله بالخير. هلا ومرحبا فيكم حياكم الله. الله يعطيكم العافيه، اليوم آه بدايه آه او اول مره نزور مدرسه فوتير نتعرف اكثر عن المشروع، يعطينا نبدأ اكثر عن هذا المشروع. طبعا المشروع في بدايته بدا على هو على مرحلتين، المرحله الاولى بدا في موسم او العام الدراسي 2014 2015 اطلقناه آه وكنا مستهدفين الطلاب المرحله الابتدائيه، شاركوا فيه تقريبا 15 مدرسه وكان طبعا الهدف من هال المشروع او البرنامج آه نركز على ان نعزز الوعي الصحي والبيئي لدى الطلاب نفسهم ايضا اهميه الغذاء الصحي والطبيعي هم بنفسهم يقومون بزراعه النبته وهم بنفس الوقت يستخدمونها ويتعلمون منها طبعا وركزنا على الجانب العلمي ايضا من خلال توزيع كتيبات للطلاب ايضا مشرفين قعدنا معاهم اللي كانوا يشرفون على الطلاب نفسهم. هالسنه في عام 2016 و2017 العام الدراسي خطينا خطوه اضافيه استهدفنا المرحله الاعداديه ايضا والثانويه واهم خطوه ان عملنا شراكه او اتفاقيه مع اداره الحدائق العامه وزاره البلديه والبيئه اللي شاركوا وساهموا معنا بشكل كبير من خلال تغطيه الجانب الفني فهالسنه يعني الحمد لله مستهدفين 30 مدرسه 25 منها مدرسه حكوميه وخمس مدارس خاصه وهذا كله العمل بالتعاون مع وزاره البلديه والبيئه احنا طبعا من جانبنا نوفر اللوجستيك البذور المشاتل نوفر الدعم مثل ما تقول للطلاب نحاول ان نربط الطالب مع الجانب الصحي ووزاره البلديه والبيئه طبعا هم اللي يشرفون الاشراف الفني على الطلاب الله يعطيكم العافيه يا رب ما شاء الله على المشروع المميز بالامانه احنا في حاجه هالمشاريع انه بعد تدعم الصغار لما يتعلمون ايضا في بيوتهم شنو لقيتوا الاقبال من اول انطلاق المشروع الى اليوم والله الحمد لله يعني اعتقد 30 مدرسه مشاركه هذا نجاح بحد ذاته احنا من كل مدرسه طالبين 10 الى 15 طالب يشارك فاحنا لو نحسبها يعني نتكلم عن فوق ال 150 طالب مشارك في في هالمشروع هالسنه واحنا ان شاء الله نطمح ان شاء الله للعام القادم نوسع القاعده وان مدارس اكثر ونطمح انه يكون يعني في شيء مخصص للطلاب في من الجانب يعني الجانب الصحي الجانب الغذائي او هل الفقره هذه تكون موجوده دائما في المدارس باذن الله الناس يسالون مثلا مشروع ازرق قطر فيه عدد من المشاريع يمكن طلعت شو الهدف من هالمشاريع تقريبا طبعا مثل ما قلنا احنا نركز على الجانب الصحي التوعوي لدى للطلاب اهميه أن يكون الغذاء غذاء صحي وطبيعي هذا طبعا ينمي عندهم هذا الشيء هذا شيء مهم ايضا احنا نحاول أن يكون للطلاب شيء يسوونه للمجتمع آه بعد ما يخلصون طبعا المحاصيل هذه بعد ما ياخذون المحاصيل احنا بنجهز لهم آه مثل ما تقول آه علب خاصه بحيث أن يحطونها في هذه العلب ويزعونها للمحتاجين في المجتمع، فاحنا ننمي لدى الطالب الجانب الـ الـ الاهتمام بالغذاء والصحه، ونفس الوقت شلون يقدر يحاول يكون له مساهمه لدعم المحتاجين في المجتمع. الله يعطيكم العافيه كل شكر على الجهود، المشروع ان شاء الله. راح يتطور ويتوسع في اكثر من مدرسه ان شاء الله ان شاء الله احنا ناويين احنا مثل ما قلنا هالسنه 30 مدرسه ان شاء الله انا على الاقل يعني احنا نطمح للعام القادم أن يكون ضعف العدد هذا بإذن الله كل الشكر لكم الله يعطيكم العافية ونشكرك استاذ عبد اللطيف على وقتك شكرا حياكم الله ما قصرتوا الله يحييك طبعا اعزائي المشاهدين لا زلنا متواجدين في مدرسة فولتير حاليا بناخذ بعض اللقاءات مع الطلبة المشاركين وشيء زين في واحدة من المدارس جات زيارة للمدرسة القطرية الفرنسية فولتير منها تبادل خبرات ومنها يعرفون شو اللي زرعوه وش اللي يقدرون يتعلمونه في المستقبل أول شيء ناخذ أولى الطالبات الموجودة مدرسة الحكمة السلام عليكم صباح الله بالخير عليكم السلام شو بخير الحمد لله. آه، شو اسمك سو صف؟ آه، نوره المقحم من مدرسه آه، من مدرسه الحكمه في صف خامس. الله يعطيكم العافيه، انتم جايين اليوم المدرسه. شو اللي استفدتوا؟ تبون تعرفون شيء عن مدرسه فولتير؟ شو زرعوا؟ شو ما زرعوا؟ يعني... شو اللي كنتوا تبون تعرفونه؟ يعني تبون تعرفون شو زرعوا يعني... المدرسه؟ آه، كنا نبي نعرف شلون هم خلوا النباتات آه، تكبر آه بسرعه وزينه وشون صارت ممتازة وكبرت بطريقة ممتازة وجيدة حلو زين شو اللي تحبينه من الخضروات أنتي شو اللي زرعتيه عندكم في المدرسة؟ زرعنا نباتات موسمية مثل الطماطم والباذنجان وزرعنا بذور الورقية مثل الجرجير والنباتات الجذرية مثل البصل الأبيض زين عندكم في البيت تزرعون ولا خلاص عقب هالمشروع بتزرعون في البيت؟ احنا نزرع في البيت. ما شاء الله. اه احنا نزرع مرات التوت والمانجا. حلو ما شاء الله تغيرت قبل شوي تقولي لي زارع البصل وما شاء الله في البيت عندكم توت. الحين بتزيدون الزرع خلاص؟ اه ان شاء الله. انت اللي بتشرفين عليه؟ <applause> يلا الله يوفقك ان شاء الله خلاص كملي زرعت وباقي في بنتين ثانيات حياكم. تعالي. عارفين على اسمك؟ حمدان نعيمي. الحمد لله يعطيك العافيه تبي مدرسه صح؟ ايه زين شو اللي قاعده تسوينه الحين؟ قاعده اخذ الرمل أه... التربه مع اله... السماد وال واحط ماي وازرع إيه؟ زين ايش زرعتي؟ زرعنا الخضروات الورقيه نفس الجرجير والخس والخضروات الموسمية الطماط و... زرعنا الورد و زين بشكل عام ياخذ وقت الزرع ولا في اول اسبوع يطلع؟ في بعضهم طولوا وبعضهم في اول اسبوع اسبوعين طلعوا حلو زين عندكم في البيت زرع ولا لا؟ لا كان عندنا كنا نزرع مع امي زين والحين تزرعون في البيت ولا لا؟ احنا بنسوي لنا حديقه ان شاء الله ونزرع فيها ان شاء الله الله يعطيك العافيه خلاص كملي زرعت مشكوره ما قصرت طبعا اعزائي المشاهدين نقدر نقول وصلنا لنهايه هذا اللقاء اللي حدثنا اكثر البنات اللي شاركوا ويانا ايضا السيد عبد اللطيف اليافي حدثنا عن هذا المشروع اللي يشمل لثلاثين مدرسه ومنهم يعلمون العيال يعني صار شلون يقدرون يسوون ايضا الفوائد الناتجه من الزرع الذي سواء كان في البيت او في اي مكان ويكون طازج في نفس الوقت، هذه دعوه لكم انكم تعلمون عيالكم انهم يزرعون في بيوتهم، على الاقل في نفس الوقت ما يحتاج تروح الجمعية مثلا او اي مكان ثاني ما تدري هل الخضره اللي توصل او الخضروات الورقيه الزرع الورقي انه طازج او لا، بحالات انك تزرع في بيتك وتطبخ، تقريبا هذا كل اللي عندي والله يعطيكم العافيه. شكرا محمد لهذه الجولة الزراعية الصباحية ومشاهدينا ما زلنا متواصلين معكم في عرض مواضيعنا في الصباح رباح ومنها بنتكلم عن مجموعة ورش تدريبية ينظمها مركز مناظرات قطر عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وذلك ضمن فعاليات أكاديمية مناظرات قطر العربية للجامعات بمركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة للمزيد عن هذه الورش معنا في الاستديو الأستاذة عائشة النصف بتكلم تكلمنا عن تفاصيل صباحك الله بالخير صبحت الله بالنور يا هلا. في الصباح الواحد كل شيء كل الله يسلمك استاذه عائشه لو تكلمينا عن هو برنامج خاص باللغه العربيه, العربية. وذكرناه اليوم يعني كان موجود يعني ايضا في الصحف فطبيعه هذه الورش اللي اقيمت ونظمت وفي نفس الوقت كم عدد المشاركين فيها؟ إن شاء الله طبعا أكاديمية المناظرات هي أكاديمية تتبع المركز مناظرات قطر وقمنا فيها دورة تدريبية للمدربين بهدف تأهيلهم لتدريب فرقهم المشاركة في البطولة الدولية الرابعة اللي إن شاء الله بتكون في شهر أبريل القادم شعر. العدد اللي موجود عندنا طبعا ما كان العدد كامل نظرا لأنها البطولة الرابعة فعندنا جامعات شاركت معنا مسبقا وأخذت تدريب لكن هذه المرة كان معنا 48 مشارك من 37 دولة بس يعني عدد ما شاء الله عدد كبير طبعا نعم. بس احنا تقريبا قاعدين نتكلم عن نص العدد مم. نص العدد اللي باذن الله يشارك في البطوله الدوليه باذن الله اغلب هذه الجامعات جديده كانت متنوعه بين جامعات خليجيه، جامعات عربيه وجامعات غير عربيه ايضا ناطقين باللغه العربيه كلغه اساسيه او نعم. كلغه ثانويه طيب ما هي الجوانب اللي يتم بالفعل تدريبها عليهم غير الجوانب الاكاديميه؟ بداية أو بالإضافة إلى الجوانب الأكاديمية إحنا بداية عطناهم مقدمة ما هي المناظرة ما هي فنون المناظرة مهارات التناظر اللي هم شخصية ممكن يستفيدون منها قبل تدريسها لطلابهم بعدها بدينا ندخل في قوانين مناظرات المناظرات حسب مركز مناظرات قطر أو حسب نموذج مركز مناظرات قطر بعدها بدينا ندخل الجزء العملي أكثر يعني كيف يتناظر الشخص التفنيد المحاججة كيفية بناء قضية وأخيرا دخلنا لموضوع التحكيم يعني هناهم ليصبحوا محكمين ان شاء الله في البطوله الدوليه القادمه لا. بعد خروجهم من هذه الدوره يعني اصبحوا قادرين على تدريب طلابهم سواء اللي بيشاركون معنا في البطوله او حتى طلاب الجامعه الناطقين باللغه العربيه. شلون شفنا انطباعهم؟ يعني كونهم يعني لاول مره طبعا يشاركون مم. في هذه النوعيه من الورش مم. وخصوصا ان هناك في من وتدرب ودخل هذه البطوله مم. واستفاد منها. مم. طبعا بالنسبه لعدد كبير منهم كانت المناظره اساسا فكره جديده عليهم فالكل كان حاب الفكره حاب انه يوصلها لطلابه او حتى يستخدم المناظره خلال تدريسه لأن ان عدد كبير منهم من دكاتره الجامعه او yeah. يقدمون مواد تعليميه yeah. فكثير منهم حبوا ان يستخدمون المناظره في تدريسهم، هذا جانب، الجانب الثاني بالنسبه للدول المشاركه معنا الناطقه باللغه العربيه كلغه ثانويه كلغه yeah. ثانيه او ثالثه حبوا جدا موضوع المناظره انه بيساعدهم هم شخصيا وبيساعد طلابهم في نفس الوقت على تطوير لغتهم العربيه. جميل، ايضا هناك تدريب للوفود. حسب ما يعني بالضبط اللي صار يعني أن كان في اشخاص معينين من كل دوله او من كل جامعه يعني. اعطيناهم هذا التدريب من بعدها هم ينشرون ثقافه المناظره في دولهم يعني. سواء يعني للمشاركين في البطوله او حتى للطلاب بشكل عام طيب. فكان عدد الوفود او كان عدد الاشخاص المشاركين يعني 48 شخص طيب اخت عائشه يعني لو بنقول ان تم تدريبهم <applause> وراح يرجعون ينقلون الخبره غير انه ينقلونها راح يدربون من هم يعني راح يشاركون ان شاء الله في البطوله الدوليه عملية المتابعة هذه هل هناك يعني خطة من قبلكم تم يعني متابعتهم على أساس إنه يعني أنا ممكن يعني أنقل الخبرة وممكن إن أنا أدرب بس أكيد بحتاج إن أنا أرجع للمصدر اللي هم أنتم المصدر بالضبط اللي صار إن إحنا عطناهم المادة الأساسية سواء بشكل نظري أو بشكل عملي إضافة طبعا إلى المواد التعليمية مرفق لهذه المواد التعليمية خطة مدتها ثلاثة شهور إحنا نتكلم من شهر واحد لشهر أربعة خلال الثلاث شهور كل مدرب شو اللي عليه يسويه بالضبط بدءا من اختيار الفريق، اختيار الطلاب، اه متابعه الطلاب، اعداد جدول تدريبي لهم، شلون يتدرج معاهم من بدايه المناظره لين يوصلهم لدرجه أن يكونوا متناظرين اه في شهر اربعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله يعني ما بقى شيء على شهر ما بقى اربعه شيء وانتم بطل. ايضا على قدم وساق. لو بسالك عن اهميه هذا التبادل والتبادل الخبرات واكتساب المعرفه وخصوصا ان هناك في دول عربيه وغير أيضا عربية. عربية فشلون شفتي هل يعني هو بدأ بشكل معين وما زال مستمر عليه أم أنه تطور 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 كبير جدا يعني من بدايات المركز إلى الآن كان من أهم أهدافنا نشر ثقافة المناظرة فنشر ثقافة المناظرة عن طريق تعليمها طبعا بدينا إحنا محليا نقدر نقول بدينا على صير يعني بين مدارس في دولة قطر بعدها انتشرنا للدول المجاورة عن طريق البطولات الدولية اللي تصير حاليا انتقلنا مرحلة أخرى اللي هي أن مدربينا نفسهم أو لا مش نقدر نقول متدربينا اللي كانوا متدربين عندنا في الدورات السابقة صاروا هم يدربون مدربين غيرهم في بلدانهم وينشرون حلو. هذه الثقافة حلو وعلى مستوى المتناظرين آه يعني آه تبادل هذه الخبرات والاكيد هناك في قاعده كبيره الحين يعني من بالضبط. المتناظرين يعني عندكم اللي بدوا معنا خاصه في مراحل مبكره مثل الاعداديه او الثانويه حاليا وصلوا في الجامعه وحتى ما بعد الجامعه بداوا ينشرون المناظره بطريقتهم عندنا طبعا احد الامثله اللي هو يوسف فخرو كان معنا من يوم كان طالب في المرحله الاعداديه باللغه الانجليزيه وباللغه العربيه ايضا هو؟ حاليا هو يدرس في امريكا وهو مدرب المناظرات الخاصة في جامعته ما شاء الله يعني جميل ان يكون يعني سفير سفير لكم نعم صحيح طيب هل هناك اليه للاستفاده والتسجيل في الورش المقبله المقبله طبعا احنا عندنا تم و... اختتام الورشه خلاص بالضبط يعني. هذه الورشه نقدر نسميها ورشه دوليه كانت متخصصه للاشخاص من خارج دوله قطر ان شاء الله احنا خلال الفتره القادمه طبعا الى نهايه الموسم راح يكون عندنا عدد من الدورات المحليه الخاصه مثل استخدام المناظره في التدريس ورشه مهارات التناظر إضافة إلى دورات خاصة بالتحكيم وباللغتين العربية والإنجليزية فأي حد حاب يأخذ معلومات زيادة عن هذه الورش أو يسجل فيها ممكن يتابع لي يتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق موقعنا هل هناك في فئات عمرية معينة؟ يعني أنا أحيانا أحبط <applause> من تحديد الاعمار يعني ما شاء الله شبابنا واحنا من الشباب بس انه في فئه عمريه تتوفر لهم فرص مثل هذه جدا يعني تجذبني انا شخصيا، فيعني لو بقول في التحكيم يعني هل هناك فرصه؟ اكيد ان شاء الله، بالنسبه للتحكيم نقدر نقول من طلاب الجامعه وطالع. هم اللي اكثر شيء يحكمون يعني طلاب الجامعه يحكمون لطلاب الثانويه نعم. ما بعد الجامعه يحكمون لطلاب الجامعه او حتى الجامعيين المتقدمين في السنين الاخيره يحكمون لنفسهم بالنسبه للورش الاخرى في استخدام المناظره عفوا المهارات التناظر تعطى لطلاب المدارس على جميع المراحل الدراسيه وطبعا عندنا الورش الخاصه مثل ما ذكرنا للمعلمين ولأولياء الامور مثل استخدام المناظره في التدريس وفي كلمتنا الاخيره ما جديدكم جديدنا ان شاء الله كل خير راح يكون عندنا توقيع عده اتفاقيات تفاهم نعم. مع عده اطراف من بينها كليه الشرطه نعم. اضافه الى حوار الاديان وان شاء الله راح يكون في معلومات قريبا عنها إن شاء الله. طبعا اضافه الى بطولاتنا و دوراتنا المحلية. يعطيك العافية يعني ومشرفتنا في الصباح. رباح كل ونسمع لك. عنكم الأخبار الطيبة وأكيد بنكون من متابعكم متابعينكم. إن شاء, إن شاء الله. تشرفونا. إن شاء الله بإذن الله. وبكذي مشاهدينا يكون إحنا وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا لليوم على الخير نلتقي وبتواصلكم نحتفي على مواقعنا اللي تظهر لكم أسفل الشاشة. نشوفكم على خير رافقتكم السعادة.